بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 42. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في الحلقة الماضية وقفنا مع المؤلف رحمه الله في حديث أطال فيه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى قاعدا وقاموا خلفه ثم نهاهم: إن كنتم آلفا تفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. وقوله: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قاعدا قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها، وفي رواية: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الحلقة التي قبل هذه أن قرأنا الأحاديث التي أوردها الشيخ في مسألة قيام المأمومين خلف الإمام القاعد للمرض، الذي يصلي قاعدا للمرض. نعم. لا شك أن القيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة، لا تصح إلا به، وسنة في النافلة، فهو أمر مشروع. ولكن إذا داخله شيء من التشبه بالكفار فإننا نتركه تغليبا لجانب الحظر، وتغليبا لمنع التشبه بهم. وهذه القضية، وهي قضية صلاة الصحابة قياما خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو جالس للمرض الذي أصابه، اختلفت فيها الأحاديث. ففي المرة الأولى لما سقط عن الفرس وانصابت قدمه عليه الصلاة والسلام وجلس في بيته، جاء الصحابة يعودونه وحانت الصلاة، وجدوه في مشربة، يعني في غرفة من بيت عائشة، حانت الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم قاعدا وقاموا خلفه فأشار إليهم أن اجلسوا، فصلوا خلفه جلوسا في جميع الصلاة. ولما سلم قال: كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود. فدل على أنه إذا بدأ الإمام الصلاة قاعدا لعلة تمنعه من القيام فإن المأمومين يصلون خلفه قاعدين، وإذا بدأ الصلاة قائما ثم أصابته العلة فجلس في أثناء الصلاة فإنهم يتمون قياما. والدليل على ذلك آخر الأمرين، فإنه صلى الله عليه وسلم في مرض موته أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة والناس يصلون خلف أبي بكر أحس من نفسه خفة، فخرج صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلف أبي بكر، فسبحوا بأبي بكر رضي الله عنه
ينبهونه إلى مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء صلى الله عليه وسلم وجلس عن يسار أبي بكر، فصار هو الإمام، وصار أبو بكر يصلي مبلغا عنه، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، في حديث أنه منعهم من القيام، وفي حديث أنه أقرهم على القيام. فمن العلماء من ذهب إلى النسخ وقال إنه لا يصح للمأموم أن يصلي قاعدا خلف الإمام، سواء من أول الصلاة أو من وسطها، عملا بآخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، كما هو قول الإمام الشافعي وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الجمع بدل النسخ، ذهب إلى الجمع، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع، وهو ممكن هنا بأن يقال كما سبق، إذا بدأ الإمام الصلاة بهم قاعدا فإنهم يصلون خلفه قعودا، وإذا بدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل فجلس فإنهم يتمون خلفه قياما على الحالة الأخيرة، لأن أبا بكر رضي الله عنه بدأ بهم الصلاة قائما وبدأوها قياما، فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا أمرا عارضا فأتموا خلفه قياما. هذا هو الجمع بين الحديثين، وهو جمع حسن، وهو أولى من النسخ كما سبق. والحاصل من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في أنهم لو صلوا خلفه قياما وهو جالس تشبهوا بالأعاجم الذين يقومون على رؤسائهم، يقومون على رؤسائهم وهم جلوس، من باب التعظيم والكبر. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك سدا للذريعة، وهذا محل الشاهد من القصة، وهو منع التشبه بالكفار بالقيام على ملوكهم وهم قعود. ومسألة القيام فيه تفصيل، القيام إلى الشخص لأجل استقباله والسلام عليه هذا لا بأس به، وهذا يسمى قيام إليه. قال صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه: قوموا إلى سيدكم. وأما القيام عليه وهو جالس من باب التعظيم فهذا هو المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه في الصلاة وفي غيرها. إذا كان ممنوعا في الصلاة مع أن القيام ركن من أركان الصلاة، فنتركه من أجل مخالفة الأعاجم، هذا دليل على تحريم التشبه بالأعاجم وشدة الأمر في هذا، حيث إننا تركنا ركنا من أركان الصلاة منعا للتشبه بهم، فهذا مما يدل على تغليظ التشبه بالأعاجم. إلا إذا كان القيام عليه وهو جالس من باب الحراسة، من باب الحراسة، فهذا لا بأس به، لأنه ليس للتعظيم وإنما هو للحراسة. الحالة الثالثة القيام له، القيام له من غير سلام، تعظيما له إذا أقبل، لأن يقوم المجلس أو الجالسون يقومون لا للسلام عليه وإنما تعظيما له حتى يجلس فيجلسون، وهذا منهي عنه لأن هذا من فعل الأعاجم. إذن فالمسألة فيها ثلاث حالات: الحالة الأولى القيام إليه، فهذا لا مانع منه لأجل السلام عليه أو لأجل إنزاله إذا كان مريضا أو مساعدته. الحالة الثالثة القيام عليه، وهذا إن كان من باب التعظيم فهو محرم وتشبه بالأعاجم والكفار. الحالة الثالثة القيام له، القيام له لا لأجل السلام عليه ولا لأجل حراسته
وإنما هو من باب تعظيمه، فهذا أيضا أمر محرم. فالقيام إليه والقيام عليه والقيام له فيها التفاصيل التي ذكرناها باختصار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة. نعم. به الأمر به أي بنهي بالنهي عن القيام على قاعد. نعم. استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له، على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. يقول رحمه الله: وحتى على القول بأن القيام بأن القعود خلف الإمام القاعد منسوخ، وأن المفروض القيام عملا بالحالة الأخيرة، فإن العلة التي منع من أجلها القيام باقية، ولو نسخ الحكم فإنها باقية. نعم. وهي التشبه بالعاجم، وهذه القاعدة ثابتة بالأدلة، لا ينسخها حديث الصلاة خلفه قياما في مرضه صلى الله عليه وسلم. فهذه، ويجب أن ننبه إلى أن الإمام الذي يصلى خلفه قعود أنه إمام الحي، أي الإمام الراتب، الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته. أما إذا كان غير الإمام الراتب فإنه لا يتناوله هذا الحكم، وإذا كان لا يرجى زوال علته بأن كان مرضه مزمنا أو لا يستطيع أو لا ينتظر منه أن يستطيع القيام فيما بعد، فهذا لا يصلى خلفه قعود. ينبغي التنبه لهذا، لأنه بلغنا أن أناسا مقعدين كانوا أئمة في الأول، فأصابهم المرض فصاروا مقعدين، استمروا في إمامة المساجد، وهذا غلط كبير، لأن هؤلاء ميؤوس من زوال علتهم، فلا يجوز لهم أن يستمروا في إمامة المساجد. وإنما هذا كما ذكرنا بشرطين: الشرط الأول أن يكون إماما راتبا، ثاني أن يكون ممن يرجى زوال علته، لأن هذا هو الذي حصل في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الإمام الراتب ويرجى زوال علته صلى الله عليه وسلم. هذا في المرة الأولى، في المرة الأولى لما أصيبت رجله عليه الصلاة والسلام، فإنه يرجى زوال علته، فلذلك صلى خلفه قعودا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم. رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال: بشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث. نعم، هذا وجه من أوجه التشبه المحرمة بالكفار، وهو ما يكون في تشييع الجنائز. نحن مأمورون بتشييع جنازة المسلم، بمعنى المشي معها إلى أن تدفن، لأن هذا من حق المسلم على المسلم، ولكن المشيعون لا يجلسون ما دامت الجنازة على أعناق الرجال حتى توضع. وما معنى توضع؟ هل توضع في اللحد أو توضع على الأرض؟ كانوا في الأول لا يجلسون حتى توضع في اللحد، فقال حبر من أحبار اليهود، يعني من علمائهم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا محمد، هكذا كنا نصنع. فأمر صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا قبل وضعها في اللحد، مخالفة لليهود، لكن يبقى أنهم لا يجلسون حتى توضع عن الأعناق في الأرض،
نعم. قال رحمه الله: قلت قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره، وقد علل المخالفة، ومن يقول به يضعفه، وذلك لا يقدح في الاستشهاد به والاعتضاد على جنس المخالفة. نعم. وهذه مسألة أخرى، وهو القيام للجنازة إذا مرت، قد كان صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة إذا مرت، ثم ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن القيام للجنازة إذا مرت، فبعض العلماء قال بالنسخ وبعضهم قال بعدم النسخ، وأنه يجوز القيام للجنازة إذا مرت من باب الموعظة ومن باب احترام الميت. وعلى كل حال، سواء قيل بالنسخ وأنه لا يجوز القيام لها إذا مرت، أو قيل بعدم النسخ وهو بقاء القيام للجنائز إذا مرت، فالعلة معروفة، وهي منع التشبه بأهل الكتاب أو بالكفار، فالعلة باقية على كل حال. نعم. لكن قيام الشيخ يبقى جوازا ليس وجوبا، ما هو واجب، يعني هل يستحب أو لا؟ نعم. يعني لو أدخلت الجنازة في المسجد من باب حتى توضع، والناس في المسجد قعودا، هم في ساعة من قام ومن جلس؟ لا، هذا هو المتقرر عند المسلمين، أنهم لا يقومون في المساجد الجنازة إذا دخلت، لا يقومون لها، بل إن الصلاة على الجنازة في المساجد، من العلماء من يقول إنه غير مشروع، وإنما يصلى عليها في غير المسجد. نعم. في المقبرة مثلا؟ لا، يكون مصلى للجنائز مخصص، من العلماء من يرى هذا، أنه يوضع مصلى مخصص للجنائز ولا يصلى فيها عليها في المساجد، ولكن الصحيح الذي ثبت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون على الجنائز في المساجد، وقالت عائشة رضي الله عنها: لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضة في المسجد، وأمرت بإدخال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المسجد، وصلت عليه عائشة رضي الله عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها، يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت، مرتين. قال: فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. الغرض من هذا الكلام هو التشبه، هو منع التشبه، أما مسألة القيام للجنازة إذا مرت أو عدم القيام لها هذا شيء آخر، ولكن القاعدة أن ممنوعون من التشبه بالكفار، فإذا كان هذا من عاداتهم فنحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال: وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، رواه أهل السنن الأربعة. وهذا أيضا من أوجه التشبه التي نهينا عنها، وذلك في محل الميت من القبر، فكانوا يشقون، بمعنى أنهم يعملون حفرة في وسط القبر في قاع القبر على قدر الميت، ويضعونه فيها ثم يسقفونها باللبنات ويهيلون التراب عليه، وهذه صفة، هذه تسمى الشق. والصفة الثانية اللحد، وهو الميل، اللحد معناه الميل، وهو أن يشق للميت في جانب في قبلة القبر، يشق للميت في قبلة القبر في جانبه مما يلي
القبلة بقدر ما يكفيه، قدر ما يكفي الميت، ثم يوضع فيه ويصف عليه اللبن ويسد، هذا يسمى باللحد. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، يعني من الكفار، دل على استحباب اللحد وأنه أحسن من الشق. وهذا من المشابهة المكروهة، ليس من المشابهة المحرمة، لأنه يجوز الشق ويجوز اللحد، ولكن اللحد أفضل وأحسن، والمشابهة قد تكون محرمة وقد تكون مكروهة كما سبق. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه أحمد وابن ماجه وفي رواية لأحمد: والشق لأهل الكتاب. وهو مروي من طرق فيها لين، لكن يصدق بعضها بعضا. فقوله لغيرنا يحتمل عموم الكفار، ويحتمل المراد بهم أهل الكتاب كما في الرواية المذكورة. نعم. وعلى كل حال فنحن منهيون عن التشبه بغيرنا من الكفرة. نعم، هذا قول رحمه الله. قال: وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. نعم، نحن منهيون عن التشبه بالكفار حتى في وضع الميت في أسفل القبر، فما بالك بالأعمال الأخرى التي في حال الحياة وحال الصحة وحال الاختيار. نعم، إذن تبدأ المخالفة من أول حياة المسلم حتى مماته. هذا ما في شك، أن المسلم لا يتشبه بالكفار على أي حال كان، في جميع أحواله وفي جميع عمره، حتى إذا مات فإنه لا يصنع به كما يصنع بجنائز الكفار. نعم. قال رحمه الله: وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه. نعم، وهذا وجه من أوجه منع التشبه بالجاهلية، والجاهلية ما كان قبل الإسلام، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله قريبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأن هذا من أمور الجاهلية، الجزع على الميت والنياحة على الميت، تسخط إما بالقول وإما بالفعل، كل هذا ما نهينا عنه، وهو من أمور الجاهلية، وهو من الكبائر، من كبائر الذنوب. والمشروع لنا أن نصبر ونحتسب، ولا مانع أن الإنسان يحزن أو يبكي، هذا لا مانع منه، لأن هذا بغير اختياره. نعم. وهو من الرحمة التي جعلها الله في القلوب، فالعين تدمع والقلب يحزن. نعم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الممنوع هو ما كان من الكلام السيء، كإظهار الجزع على الميت وعضداه ورأساه وإلى آخره، أو من الفعل، وذلك بضرب الخدود كما تفعل النوايح، أو شق الجيوب، أو حلق الشعر، فإن هذا كله من أفعال الجاهلية، عندما يموت لهم ميت فيظهرون الجزع بالقول وبالفعل، فنحن منهيون عن التشبه بهم. نعم. قال رحمه الله: ودعوى الجاهلية ندب الميت. هذا هو الشاهد من الحديث، دعا بدعوى الجاهلية. نعم. فنحن منهيون عن التشبه بالجاهلية من جميع الوجوه. نعم. قال: وتكون دعوى الجاهلية في العصبية، ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب رضي الله عنه. فدعوى الجاهلية في الميت وفي غير الميت، دعوى الجاهلية في الميت كأن ينادي وعضداه ورأساه وناصراه إلى آخره، وفي غير الميت دعوى الجاهلية تكون بالعصبية للقبائل، أو العصبية للرؤساء، فالتعصب للقبائل أو للمذاهب الفقهية أو للمشايخ، كل هذا من أمور الجاهلية، لأن المقصود أن المسلم إنما يتعصب للحق ولا يتعصب لغير الحق. فإذا كانت قبيلته مخطئة، أو كان رئيسه مخطئا، أو كان شيخه الذي
تلقى عنه العلم أخطأ في مسألة من المسائل، فعليه أن يترك الخطأ ممن كان وأن يلتزم الصواب ولو كان مع غير قبيلته أو غير مذهبه أو غير شيخه، لأن الحق ضالة المؤمن، فالتعصب هو من أمور الجاهلية. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهني أبيه ولا تكنوا. نعم، من تعزى بعزاء الجاهلية في المصائب وفي العصبيات، كان ينادي قبيلته أو ينادي شيخه أو ينادي أسرته من باب التعصب، فهذا من عزاء الجاهلية المنهي عنه. أعظوه بهني أبيه، هني أبيه يعني ذكر أبيه، وهذا من باب الإهانة. ولا تكنوا أي قولوا أعظظ بهني أبيك، من باب الإهانة له واحتقاره. نعم، يدخل فيما ذكرتم من عصبية للرؤساء والمشايخ والقبائل أيضا عصبية للبلدان والأوطان. نعم، كذلك المسلم يكون مع الحق أينما دار ولا يتعصب للوطن. الرسول صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهي أشرف البقاع وأحب البقاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركها وهاجر منها فرارا بدينه ولم يتعصب للبلد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مع فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية مهندس الصوت بخيت الدوسري، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.